مجموعات خبراء التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير مبعوث للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم في هذا الشرح الجديد، شرح تطبيق كونفرتر لتحويل العملات والوحدات بكل سهولة. طبعا التطبيق هذا هو تطبيق يعني بسيط جدا لتحويل كل الوحدات تقريبا أو أغلب الوحدات بما فيها العملات والطاقة والحرارة والمساحة وغيرها والسرعة والكثير. طبعا استخدام التطبيق سهل جدا، هو يحتوي على إعلانات، النسخة المجانية تحتوي على إعلانات لكن يعني ما بذيك الكثرة. طبعا بالنسبة لتحويل العملات، العملات تتحدث باستمرار يعني يوميا، وفي أيقونة العملات نحن بنشوف إن شاء الله مكتوب تاريخ تحديث أسعار العملات. ندخل على التطبيق ونشوف طريقة استخدامه. الملاحظات طبعا التطبيق من تطوير يعني مطور عربي، لكن التطبيق يعني هو انجليزي تقريبا. صفحة 4 من 6 داونلود فيلرز سبيتش القرآن منهل كونفرتر. هذا التطبيق كونفرتر تطبيق بسيط جدا وخفيف. اول شيء عندنا مور انفو، في المور انفو هذا فيه مور انفو كلوز زير انفو بيرتشيس اكسترا فيتشرز عنوان بيرتشيس اكسترا فيتشرز شراء ميزات اضافيه يتعذر نطقه 1.99 دولار ازاله الاعلانات دولار 99 سنت انلوك برو فيتشرز يتعذر نطقه 1.9 انلوك برو فيتشرز يعني فتح ميزات احترافية أو محترفة بدولار 99 سنت. Restore purchases. هنا استرجاع المشتريات. Pro version. عنوان. All features at special price. Zip. More free apps. عنوان. وهنا التطبيقات المجانية. Currency converter. Zip. في تطبيق خاص من المطور لتحويل العملات فقط. Gold prices. Zip. فهذا هو. وهنا عندنا تطبيق. Contact us. عنوان. في تطبيقين مجانيين من المطور. وعاد هنا التواصل معنا ايميل زر بالايميل سبورت اس عنوان سبورت اس ريد اب ستور زر هنا تقييم التطبيق على الاب ستور شير اون فيسبوك زر والشير شير اون تويتر زر شير في تويتر مور انفو عنوان وهنا مزيد من المعلومات نضغط روز كلوز زر كلوز كلوز يونت كونفرتر مور انفو زر نشوف طريقة استخدام التطبيق. عندنا الواجهة يونت كونفرتر عنوان يونت كونفرتر عنوان كرنسي زر قلنا الكرنسي، الكرنسي يعني العملة، وهنا زر، هذا الزر يفتح لك الكاتيجوريز أو الفئات اللي ممكن يحول، يعني مثلا يضغطنا هنا مكتوب الكرنسي، بإمكان نضغط هنا ونختار مثلا التمبريتشر أو الحرارة، درجة الحرارة، يعني نختار الفئات اللي ممكن نحولها. بعد الكرنسي في حقل نص. حقل النص صفر، هنا تكتب العمل القيمة اللي تبغى تحول منها، وبعدين عمان ريال يتعذر النطق أو ام ار زر قال لي عمان ريال، انا محدد الريال العماني. هذه نوع العملة، يعني الحقل مكتوب لك العملة اللي تحول منها، بعدين نوعها يعني كاتبين الريال العماني، من الريال العماني الى صفر حقل النص. وهنا يعني ينكتب عندك العملة المحول اليها بعد الحقل الثاني، هذا الصفر مكتوب United States dollar يتعذر النطق USD زر United States dollar، يعني من الريال العماني الى الدولار الامريكي. Auto advisory هنا عندنا 99 سنت 99 سنت رابط هنا سهم للصف شير في معنى الشير، هنا نشارك النتيجة اللي طلعت لنا بنشوفها إن شاء الله. سهم للأسفل سهم للأعلى زر
السهم الأسفل السهم الأعلى، هنا نقلب نقلب ال يعني كما تقول الصيغة أو الوحدة اللي نحول منها إليها. يعني مثلا إذا ضغطنا عليها هذه بتكون العملة المحول منها هتكون الدولار، والعملة الناتجة الريال العماني إذا ضغطنا على هذا الزر، وهي حاليا من الريال العماني إلى الدولار الأمريكي. هنا بوكماركس غير مهمة، يعني هنا بوكماركس عنوان دون edit edit زر تضيف edit 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 bookmarks bookmark done done زر done done bookmarks bookmarks عنوان bookmark done زر تضيف done unit converter more ما في هذيك الأهمية. نشوف unit currency صفر حقل النص جنب الصفر هذا الأولى الحقل الأول مكتوب القيمة اللي نحول منها فيه نوع العملة. إذا ضغطت على هذا الزر بإمكاننا نختار صفر حق currency صفر أماميال أماميال تطبيق فيه في إعلانات فبنطلع من الإعلان هذا زر الرجوع. طبعا هو يشتغل من دون إنترنت، فبدون إنترنت ما تجي هذه الإعلانات غير مكتوب from unit عنوان فبيقولنا from unit. إذا ضغطنا على مثلا الريال العماني نختار الحين عملة ثانية ممكن AMD Armenia Dren AWG Aruba Guilder كل العملات هنا موجودة Rose CB Cape Verde Escudo Rose CDF Congo Kinsh Rose Earn Eritrea Net Rose XAU Gold Rose XDR International Monetary Fund يتعذر Rose KGS Kyrgyzstan Som Rose كل هذه العملات PGK Kai Pen Perun Kai PAP PK كمل NOT NORP NGN NIGE Saudi Arabia Riyal. مثلا ريال السعودي. تم لوقتي. Unit convert صفر. Currency زر. فبعد كلمة الكرنسي فيه صفر. حقل النص. القيمة المحول منها بعدين تغير من الريال السعودي. Saudi Arabia Riyal. يتعذر نطقه سر زر. إلى ريال من الريال العماني إلى الريال السعودي. صفر. United States dollar. يتعذر نطق صفر وبعد الحقل الثاني في United States dollar ممكن نغير هذه العملة نغيرها إلى عملة ثانية. فمثلا سعودي صفر حقل النص لو كتبنا حقل النص جار التحرير صفر نمط الحرف نقطة إدخال في النهاية نكتب 100 ريال سعودي مثلا كابسي يتعذر نطق 1 واحد يتعذر نطق 1 لحظات واحد delete. واحد delete error begin to digit 1 واحد delete error begin to digit 1 شاشة إدخال برايل 0 0 رأسي بعد ما كتبنا 100 نضغط على done صفر حقل النص done 0 done يعني الحين Saudi Arabia Riyal 100 currency 0 الكرنسي أول شيء قال الكرنسي بعدين 100 حقل النص 100 Saudi Arabia Riyal يتعذر ريال سعودي زر. بعدين يساوي 26.664178 حقل النص 26 United States dollar يتعذر نطق USD دولار أمريكي. فهذا هو الحين إذا بغينا نقلب نحط الريال الدولار الأمريكي هو الأول والريال السعودي هو الثاني يدع شير زر سهم للأسفل سهم للأعلى بنضغط على السهم الأسفل سهم الأعلى سهم هذا للأسفل سهم للأعلى الحين قلب عندنا 100 حقل النص 100 دولار أمريكي United States dollar يتعذر النطق USD زر يساوي 375.035 حقل النص 375 Saudi Arabia Riyal يتعذر النطق ريال سعودي. كيف نغير الحين الفئة؟ الحين شفنا العملات ف unit currency 100 currency زر جنب أول شيء عندنا الكرنسي هنا بنضغط عليه currency categories back زر الرجوع فتحنا الكاتيجوريز الفئات category all units surge حق acceleration all units زر all units هنا عندنا all units كل هذا surge acceleration angle area area تم الاختيار currency updated اليوم 58 قال الكرنسي updated اليوم 58 دقيقة يعني العملة تم تحديثها اليوم الساعة 8:57 دقيقة. Data storage. Data storage هنا المساحة يعني مساحة التخزين الجيجا بايت الميجا بت وهذه الأمور ممكن نحول منها يعني نضغط مثلا تم الوقت unit convert unit data storage زر تحول من
كيرنسي الحين الى الداتا ستورج، لكن نفس النظام. 100 حقل النص 100 ميجابت يتعادل ميجابت 100 ميجابت يساوي 12.5 حقل النص ميجابايت يتعادل يساوي 12.5 ميجابايت 12.5 ميجابايت. وبامكاننا نغير يعني ميجابت 100 حقل النص بعد ال 100 هذه ميجابت ميجابت يتعادل بدل الميجابت ممكن نختار جيجا بايت مثلا ميجابت فروم يونت باك فروم يونت سيرج تم الاختيار داتا اول يونتس زيرو بيت بيت بي بايت بيت جيجابت جي بي جيجابايت بيت جي بي بيت كيلوبيت كي بي كيلو تم الاختيار ام بي مت بيت هرب بي بي هرب بيت تيرابيت جي بي تيرابايت كان فايند ات تراي سيرش اون لاين سوكسر كات جي بيت تيرابيت بي بي هربايت بيت هربت ام بي ميجابايت كل هذا تم الاختيار بيت ميجابت كي بي كيلوبايت بيت كيلوبيت جي بي جيجابايت هذا مثلا الجيجا بايت الجي بي تم الاختيار 100 حقل النص فالحين 100 جيجابايت يتعادل جيجا بايت 100 و2400 حقل النص 100 و2400 ميجا بايت وممكن نغير الميجا بايت كذلك. هو في عندنا العديد من الوحدات اللي ممكن نغيرها. نضغط على الداتا ستورج مثل ما اتفقنا داتا ترانسفر نقل البيانات وهنا الكهرباء يتعادل الامبير والملي امبير مايكرو امبير ميكرو يتعادل ممكن نغير من هنا الكتريك كرنت زيرو الكتريك كرنسي والكثير كثير عندنا تم انرجي الطاقه عندنا الطاقه الكالوري والجول فلو وغيرها فورس فيول كونسومشن لينث والمسافه عندنا هنا من الميل الى الكيلو من المتر الى من المتر إلى السانتي وإلى القدم والعكس كذا يعني من هنا نفس ونفس النظام يعني يجينا حقل نص أول نكتب فيه القيمة الأولى وبعدين يجينا نوع القيمة الأولى نضغط عليه ونختار أي نوع نبغاه وبعدين تجينا النتيجة حقل نص ثاني نتيجة وجنبها نوع النتيجة وإيش وحدة النتيجة هل هي مثلا كيلو او متر او length mass mass flow metric prefix وهنا الباور يعني مثلا من الهورس الى الواط القدره يعني قدره جهاز معين والضغط يتعادل نطق فيلاستي هنا السرعه والتمبرتشر هنا من الفهرنهايت الى السيليزي وهذا يعني مثلا 100 حق degree fahrenheit درجات اف 0 100 فهرنهايت يعطيك 37 37 درجة سلسيوس درجات سيليزي مثلا نحن نعرف انه 123 فهرنهايت يعطيك 50 50 سيليزي 100 فمثلا بنكتب يتعادل النطق ديليت عربي كنت ديجيت 1 100 يتعادل النطق 1 واحد كافي كافي يتعادل أدرن. دليل يتعادل سين ألف واحد واحد ألف سين كافي زر كافي يتعادل شرطة يتعادل شرطة دليل خلينا نمسح شرطة يت سين ألف واحد كافي زر دان زر ناقص سبعة ناقص degree fahrenheit صفر حقل النص حقل النص Arabic index digit zero يتعادل نمسح نكتب finish moving insertion point دليل يتعادل نطق اثنين نكتب 103 يتعادل نطق 1 واحد يتعادل 12 يتعادل 102 يتعادل تليد Arabic index digit يتعادل نطقه 103 دان 50.505 50 درجة سيليزية degree cells يعني 123 حقل النص 123 degree fahrenheit درجاتي يعطيك 50.555,556 حقل النص 50.5 تقريبا سيليزي degree celsius درجات سي الحين اذا بغينا نشارك هذه النتيجه نتحرك share. الى الشير نضغط عليه share. ويعطينا التطبيقات او النسخ كوبي النتيجه وممكن نرسلها لاي شخص او نحتفظ بها او نرسلها يعني لاي شخص بالواتساب بالرسائل كذا يعني مثلا لو لصقنا هذه النتيجه تحرير لصق
123 تم العثور على 3 عناصر أعلى الملاحظات 3 من 5 شرائط إلغاء حقل النص جار التحرير 123 مسافة degree Fahrenheit درجات F يساوي 50.555556 مسافة degree Celsius درجات C نقطة الإدخال في النهاية أعطانا النتيجة بين أعطانا الوحدتين بينهن علامة يساوي تحرير لصف اختيار الكل 103 delete تم حذف التحديد الكاميرا هذا هو التطبيق باختصار شديد هو بسيط جدا يعني ما فيه اي تعقيد فقط علينا نختار الفئه وبعدين نختار الوحده المحول منها بعدين نختار الوحده المحول اليها وقبل كل وحده في حقل النص نكتب القيمه طبعا الوحدة المحول منها نكتب قيمتها وفي الحقل الثاني حقل الوحدة المحول إليها يتم كتابة القيمة تلقائيا يعني المساوية للوحدة المحول منها طبعا هذا هو التطبيق باختصار اعذرونا لو كان في تقصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاشة معتمة Big pause. زر